هلا حنعمل سيت اب تاني. بهيدي سيت اب حابين نعمل كونتراست بين عصير الورد وورق الورد، مشان هيك عم نحط الكبيتين مع بعضهم، وحده بقلبها ورق الورد وحده بقلبها العصير، فبتطلع الفكره حلوه. اللايتنج اللي حابين نعمله بدنا يكون ميكس بين السوفت لايت والهارد لايت. حنخلي سبوت لايت من فوق مشان يعطينا هالإفكت الحلو، السبوت لايت اللي بيضرب تحت بطريقه حلوه، ونشوف الكونتور تبع الكبايات. ولكن بنفس الوقت حابين يكون في عندنا شويه سوفت لايت على طرف الكبايه، بس بدنا نحاول قد ما فينا نجيب اللون الابيض يكون على الطرف. مشان هيك يمكن نضطر نقدم السوفت بوكس لقدام هالمره ويجي اللايت من قدام. اكيد هلا بنجرب وبنشوف، واذا لقينا ما زبط بنشوف ليش وبنعدل. فاذا رح نعمل سبوت لايت من فوق، وبيهمنا يكون في عندنا لايت ابيض على طرف الكبايه بس يكون كتير جاي على الطرف. حنحاول نقدم سوفت بوكس لقدام. So, أنا كنت متوقع أنه لحط السوفت بوكس محل ما أنا واقف يجي من هالاتجاه حتى يعمل اللايت بالجهة اللي أنا بدي إياها، بس لما كنت عم جرب حط السوفت بوكس دغري على النظر لقيت أنه اللايت تبع المودلينج لامب ما عطى الانعكاس على الزاوية اللي بدي إياها. فاللي عملته قربت شوي السوفت بوكس لقدام بس خليتها بنفس الدايركشن، يعني أنا كنت متوقع اللايت بده يجي بهالاتجاه، الساعة عم يجي بهالاتجاه، بس بدل ما يكون عم يجي بهالاتجاه من المكان اللي أنا واقف فيه صار عم يجي بهالاتجاه من ورا. عطاني خط خفيف من اللايت اللي أنا كنت عم برم عنه، وعطى إفكت باللايت كتير حلو بالصورة. هلا اللي حنعمله حنصور من عدة زوايا تنشوف قديش فينا نطلع صور من هالكومبوزيشن. فإذن هيدي الصورة هي نتيجة السيت أب يلي هلا ركبناه. إذا بنلقي نظرة سريعة على اللايتنج سيت أب، في عنا بهيدي الصورة 2 لايت. اللايت الأول وما تستغربوا بتحسوه كأنه هو بعكس المشهد اللي نحن بدنا نصوره. اللايت الأول هو سوفت بوكس وطالع طلوع. الفكرة أنه نحن بدنا نستعمل بس طرف السوفت بوكس، جزء منه تحت نضوي طرف الكبايات. نحن ما بدنا نضوي الكبايات بضوء كتير قوي، نحن بدنا جزء بسيط من الضوء أنه يجي على الكبايات. مشان هيك نحن برمنا اللايت بعكس الكبايات حتى يروح مجمل الضوء بالمكان اللي ما بدنا اياه ويضل جزء بسيط يجي على الكبايات. اذا بتحبوا تشوفوا اكثر كيف بيشتغل السوفت بوكس فيكم ترجعوا للتوتوريالز تبعوني ليفل 300 يلي شرحت فيها السوفت بوكس بالتفصيل. فاذا من اللايت الاول هو السوفت بوكس يلي طالع طلوع بعكس الكبايات، اللايت الثاني هو سبوت لايت اللي هو هارد لايت وكمان مثل العاده نازل 180 درجه من فوق الكبايات. هيدا السيت اب بيعطي الصورة اللي قدامنا. الصورة هي بتحكي لوحدها، كتير فنية، فيها دراما، فيها كونتراست، فيها كل شيء، فيها كومبوزيشن قوية كتير. مرة تانية هيدي فكرة الستيل لايف، كيف انه نجمع افكار مع بعضهم حتى نطلع صورة حلوة. ملاحظة مهمة انه بتغيير زاوية التصوير بتتغير الصورة كتير. يعني مثلا اذا نحن منعلي الكاميرا شوي بيصير بيطلع خلفية الكبايات الأكريليك الأبيض مثل الصورة هي. بهالحالة منخسر كتير من الدراما بالصورة لأنه ما عاد خلف الكبايات في عندي لون أسود، صار في عندي اللون تبع الأكريليك الأبيض. فإذا بدنا ننتبه حتى نقدر نحصل على الصورة اللي بدنا إياها بدنا نعرف من أي زاوية بدنا نصور المشهد تبعنا. لما بنرجع منوطي الكاميرا شوي نحصل على صورة مثل اللي قدامنا، كما أنه فينا ناخد الصورة من زوايا تانية حتى يطلع عنا صور تانية. أنا وعم باخد بعض الصور اقترحت الكاميرا أوبريتر اللي ما بتشوفوها لأنها هي ورا الكاميرا أنه نحط شوية ورق ورد حول الكبايات تنقوي الكومبوزيشن أكتر ويعطي إسا إفكت أكتر. رح نحط كام حبة ورد ونصور ونشوف.